جمعت مائدة الإفطار هذه عددا من المكونات من أبناء نينوى. رجل مسيحي أقام مأدبة إفطار للمسلمين حملت عنوانا جديدا يتحدث عن أواصر المحبة والسلام بين المكونات التي تعيش في هذه المحافظة. توطيد الأواصر الأخوة اللي كانت موجودة سابقا، فنريد بهاي الفترة نجدد هاي الأواصر بين المكونات وبين الطوائف، ونعلن للجميع أنه العراقيين كلهم سوى. الهوية العراقية والإنسانية تجمعنا، كلمات قالها الحاضرون هنا، فهؤلاء هم جيل جديد يحاول لملمة جراح الفتنة المجتمعية التي زرعها الإرهاب بين مكونات أبناء هذه المحافظة. ويبحث هؤلاء الشباب والشابات عن عهد جديد يعيشونه بعيدا عن التطرف. نحاول أن نهدم جدران الصور النمطية، جدران الكراهية، جدران العنف التي تم الترويج لها خلال السنوات الماضية، ولا سيما بعد مرحلة داعش. يقال أن النسيان نعمة، ورغم ما فعله الإرهاب بالمسلمين والمسيحيين والأيزيديين في نينوى، إلا أن أبنائهم اليوم يحاولون أن ينسوا جراحهم ويلملموا ما تبقى من أمل لديهم، أمل يريدون أن يجمعهم تحت هوية واحدة. كانت تعين الرسالة، كانت رسالة طيبة وجميلة جدا أنه حضرنا في هذا اليوم جميع المكونات، وكذلك جلسنا على طاولة واحدة. اليوم رسالتنا إلى جميع العالم أنه نينوى متكاتفة، نينوى متحدة، جميع مكوناتها، جميع مذاهبها وجميع أطيافها وألوانها. يحاول أبناء نينوى محاربة التطرف بالمحبة، فقد هجر الإرهاب المسيحيين وقتل من المسلمين وسبى من الأيزيديين ما سبى. فكر متطرف اعتاش على الدم والكراهية، ومنذ 4 سنوات وما يزال الموصليون يحاربونه بمبادرات التعايش تارة وبالتسامح فيما بينهم تارة أخرى. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.